مرحبا بكم. ملايين من السلطعون الأحمر تغزو شوارع أستراليا، فما هي القصة؟ تشهد أستراليا إحدى أغرب ظواهر الهجرة الغامضة على وجه الأرض، حيث تجتاح ملايين السرطانات السلطعون طرقات البلاد وتحتل أرصفتها وجسورها متجهة إلى المحيط قاطعة مسافة كبيرة وصولا إلى جزيرة الكريسماس. وتقوم هذه السرطانات برحلة ملحمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث تجتاز بعض المدن في استراليا لتصل إلى المحيط وتتوجه إلى جزيرة الكريسماس الخلابة. ويهاجر أكثر من 50 مليون سرطان أحمر مع بداية موسم التكاثر، ويقطع غابات الحديقة الوطنية على الساحل شمال غرب استراليا متجها إلى المحيط لتقطع مسافة كبيرة وصولا إلى الجزيرة. وبحسب ديلي ميلي البريطانية، شهدت هذه القشريات تتجمع في الطرقات والجسور الأسترالية قبل أن تبدأ بهجرتها الغامضة قاطعة الجبال والصخور والطرقات والجسور للوصول إلى وجهتها بهدف التكاثر. ويعمل موظفون أستراليون على تجهيز ممرات وجسور لمساعدة هذه السرطانات على الهجرة وضمان سلامتها. وتفاعل الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزهم تويتر، وهذه بعض التعليقات. تعليق يقول: طيب ما تكلوها، أنا عن نفسي لما يبقى معايا فلوس هشتري 5 كيلو وكلهم إن شاء الله. حساب آخر يقول: آية من آيات الله وجند من جنوده، وعندهم رسالة أكيدة وهي عبادة الله وحده لا إله إلا الله. وأيضا حساب آخر يقول: عز الطلب مع شوية سلطة ورز تبقى تمام. نشكركم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.